لماذا لا تتبنى حركة رشاد طريق الانتخابات التي يروج لها النظام في التغيير؟ لم يعد ذلك ممكنا، بل إن طريق الانتخابات لم يكن يوما ممكنا إذا استثنينا سنتي 1989 و 1991. إن انتخابات عام 1991 البرلمانية نفسها التي جاءت بقوى رئيسية لم يرضى عنها بعض أقطاب النظام، هي التي دفعت بهؤلاء إلى خوضهم حربا قادرة ضد الجزائر دولة ومجتمعا، فالتزوير الانتخابي مستمر في نخر الحياة السياسية، وكل الانتخابات التي جرت وتجري لا تتمتع لا بالحرية ولا بالنزاهة، بل إنها تجري تحت حالة الطوارئ المستمرة منذ بداية عام 1992، ومنذ عام 2011 تحت تسمية قانون مكافحة الإرهاب، وهو ما يعني سيطرة الجماعة الحاكمة على كل مناحي الحياة في البلاد. لقد أفرغت الانتخابات من كل محتوى لها، وأصبحت عملية خداع كبيرة تهدف إلى دعم أسس نظام المخابرات الحاكم وتقويته بقناع مدني، مع إعطاء مسحة ديمقراطية فولكلورية تسوق للخارج أساسا، ومع ذلك يمكن أن تستغل المناسبات الانتخابية في الجزائر من أجل تعرية سياسات النظام وفضحه أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، ومن أجل تعبئة الجماهير لإحداث التغيير المنشود.